أكيد يا نور، وفقرتنا الأخيرة مباشرة من حلب الشهباء، المدينة الشاهدة على الحضارة عبر التاريخ وعلى إرادة الحياة لدى السوريين، حيث احتضنت أحجار قلعة حلب فعاليات وأنشطة ماراثون التنمية المستدامة. ليا، هالماراثون عم تقوم في الغرفة الفنية الفتية الدولية جيسي آي بحلب بالتعاون مع الجمعية المعلوماتية السورية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. لمعلومات أكثر عن هالماراثون وأنشطة الغرفة الفتية الدولية جيسي آي ضمن النطاق المجتمعي، معنا عبر الهاتف الأستاذ إلياس فنون، نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية بحلب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية السورية. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا أستاذ إلياس. بالبداية خلينا مع بعض نحكي عن أو خبرنا أكثر عن ماراثون التنمية المستدامة، وخلينا نحكي عن تفاصيل هيدا الماراثون. هو الماراثون كان عبارة عن يوم رياضي ثقافي ضمن الخطة الخاصة بفعاليات حلب خلال الأسبوع العالمي للعلوم والسلام. هو كان جزء من مشروع يقام في كافة المحافظات السورية تحت عنوان 16 يوما من المواطنة الفاعلة. الماراثون كان طبعا برعاية كريمة من السيد المحافظ وبحضور ممثلين عن جميع الشركاء. الفرق المشاركة كانت في سباق حوالين محيط قلعة حلب. خلال السباق بتمر على نقط بتجيب عن أسئلة لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة حتى تفوز، والفرق الفائز الثلاثة الأوائل حصلوا على تمويل مادي لدعم مبادرة خاصة فيهم عن أحد أهداف التنمية المستدامة. حلو. طيب استاذ الياس، خلينا نحكي عن المشاركين بهيدا الماراثون والاهداف منه. مثل ما قلت يمكن هي الرعايه الاساسيه للفائزين الاوائل، الرساله اللي حابين تقدموها من خلاله. نعم، المشاركين كانوا مقسمين على 21 فريق من كشافه وجمعيات المجتمعيه في حلب. كل فريق بيضم 5 اعضاء. تموا الاعضاء، الفرق قامت بتدريبات خاصة لكل عضو بالفريق عشان يكونوا جاهزين للماراثون. ووقت انطلق الماراثون كانوا الكل حاضرين ب21 فريق، وشارك بالماراثون أيضا ممثلين عن الجمعية العلمية السورية المعلوماتية وصندوق الأمم المتحدة مع الفرق، يعني كانوا موجودين على الأرض معهم، شاركوا معهم بالماراثون. عن أهداف الماراثون، الهدف الرئيسي هو تعلم أهداف التنمية المستدامة اللي هن 17 هدف اللي نحن كدولة سورية من أول الدول اللي كانت مطبقتها واعتمدتها بشكل رسمي بالأمم المتحدة، وتشجيع الشباب على تطبيقها في مجتمعنا ونقلها للغير. ونحن مثل ما قلتي أنه بهمنا دعمهم لتنفيذ مبادراتهم لنقل هالأهداف وتطبيقها على أرض الواقع. نعم سيد الياس، لكن خلينا شوية ننتقل ونحكي يمكن عن النشاطات أو عن خطة النشاطات يلي رح تقوم فيها الغرفة الفتية بعام 2018. أكيد عندكم تحضيرات كثيرة. طبعا نحن بخطتنا الرئيسية للعام 2018 هي العمل مع الشباب لنساعدهم يكونوا قادة في المجتمع، محترفين يكونوا قادرين على تنفيذ مشاريع لها نتائج بتعود على المجتمع بالفائدة. وأهم شيء نحن عم نسعى أنه نأمن فرص ليكون الشباب السوري كلهم إيد وحدة لنقدر نقدم إيمج حضارية عن بلدنا مثل ما بليق فيها. خاصة نحن بهالماراثون اللي طلعنا فيه كان مشهد كتير حضاري، طلعنا برسالة كبيرة للعالم. هي رسالة سلام تنقول فيها أنه نحن موجودين ونحن رح نبقى على الأرض مستمر. طبعا لنكمل بصف واحد مع جيشنا اللي لولا ما كنا بنقدر نكون موجودين. فنحن الهدف الرئيسي بخطتنا للعام 2018 انه نخلق الجيل اللي يكون قادر على نقل صورتنا الحضارية لكل العالم.
يمكن أهم أهدافها هو استثمار الجيل الفتي اللي قادر أنه ينجز كثير من الأعمال على أرض الواقع، وهذا لمسناه خلال فترة الأزمة. كثير من الشباب عملوا يمكن أشياء ونشاطات وفعاليات كثير مهمة. سيد الياس، خلينا نحكي من عام 2017 لعام 2018، شهر نحن بنودع السنة، فعليا قديش لمستوا نتائج حقيقية لأعمالكم على أرض الواقع؟ نحن بالمشاريع اللي قمنا فيها بعام 2017 كانت مشاريع كثير مهمة وكانت على الأرض، وصلنا فيها للعالمية، يعني العالم كله كانت على اطلاع بمشاريعنا، بالشيء اللي أنجزنا في صحف عالمية تداولت، في وسائل إعلام عالمية تداولت الأخبار، وكل شيء سوري موجود في المغترب كله كان عم يشاركنا أول بأول. بس نحن بالنسبة لنا المهم الأكثر أنه نحن بعام 2017 قدرنا كتير نخلق جيل شباب قادر أنه هو يقود بالمستقبل المشاريع الموجودة. نحن هذا إيماننا الأساسي كغرفة، أنه كغرفة فتية إيماننا الأساسي أنه نحن في عنا جيل شباب موجود في سوريا قادر أنه يبني وقادر أنه يخلق مجتمع مثل مجتمعنا الحضاري الراقي. نعم أستاذ الياسة، يمكن أي فعالية أو أي خطوة عم تقوموا فيها بالغرفة الفتية هي مجهود جماعي يمكن جبار، وخاصة بالظروف الصعبة يلي عم نمرق فيها، وخاصة بحلب بعد ما تعافت أيضا. هذا المجهود قديش يمكن قدم لكم، وقديش عم تقدروا من خلاله تقدموا للناس وتقدموا لهيدا الوطن من خلال عملكم وجهدكم والإيد الوحدة يلي أكيد كلكم عم تشتغلوا مع بعض؟ هو بالحقيقة ما بخفيك السر، نحن سبب نجاحنا كغرفة هو إيمان الأعضاء في بعضهم ودعمهم كلهم لبعضهم. فنحن ما فينا حدا يشتغل لحاله لو ما في أعضاءنا مؤمنين بالشيء اللي عم نشتغله ومنقوم فيه، كلهم بيشتغلوا إيد وحدة وبيقدموا لبعضهم وبيدعموا بعض، ما كنا بنطلع بهالمشاريع الضخمة. والأهم من هيك أنه نحن في عنا دعم كتير مهم من كافة جهات الدولة، وحتى عنا مشاريعنا كانت بدعم من سيادة الوزير البشر ياشجي السياحة ودعم المحافظ وكافة قطاعات المجتمع، وصار في عنا إيمان بأهالي حلب أنه بيأمنوا بالشباب الغرفة الفتية، أنه هدول دايما قادرين ليصنعوا إنجاز، ليصنعوا مشروع كبير. حتى المجتمع الأهلي، يعني اليوم نحن كان عنا 21 فريق، هذا أكبر إنجاز أنه نحن نجمع 21 فريق مع بعض. نعم. فكلهم مؤمنين بقدرتنا وبإيماننا نحن شو عم نعمل. أكيد يمكن التشاركية هي الأساس لإنجاح أي عمل جماعي، فبدنا نوجه التحية لجميع المؤسسات المعنية وغير المعنية اللي شاركت معكم بجميع نشاطاتكم وفعالياتكم. بالختام أستاذ الياس، كلمة بتحب توجهها لكل اللي عم يتابعونا، للشباب اللي حابب يكون معكم ينضم لكم ويكون معكم بالميدان؟ الأهم شيء بدنا نقوله أنه نحن لازم نكون مؤمنين أنه نحن موجودين ونحن قادرين ونحن الحق لقلنا ورح نبقى. بدنا دايما نشتغل على موضوع أنه نطلع برسالة للعالم كله عن قدرة الشباب السوري على العلم ونشر السلام. نعم أستاذ الياس، أكيد نحن بدنا نتشكرك وبدنا نتشكر يمكن كل أعضاء الغرفة الفتية. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يا رب هيك سنة جديدة تكون مزيدة بالتألق وبالفعاليات على أرض الواقع. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا لك أستاذ الياس فنون، نائب رئيس الغرفة الفتية الدولية بحلب لعام 2018. شكرا لك.